كيف صرت مقاتل ما كانت كيف صرت فات ما كانت من ديسيجن عملته من سنه او من سنتين. اصلا انا خلين ببيت رياضي بي ملاكم كان مدرب ملاكم. اول مباراه لي كان عمري 13 سنه والفايتنج كان لايف ستايل. كنت لعبت اماتشر لعبت بروفيشنال لعبت من ملاكم الى كيك بوكسينج الى موي تاي لا جوجيتسو لا جودو لا رسلين. وول ذا سادن من لقيت حالي بالكيج وعم بلعب MMA. طموحي كيمكن اي طموح اي شخص اي فايتر انه to go as far as I can. ليش بلعب ليش why I'm fighting is it for money ولا لشو بلعب؟ كان جوابي كان ل professional fight ولا professional fight مدفوع purse كبيري ولا كان ل amateur fight ولا كان بس sparring بالنادي. عبد الله بحمدان بيلعب نفس الطريقه ما حيكون فيها اي ديفرنس اذا كنت عم بلعب على مليون دولار ولا عم بلعب سبارنج بالنادي ولا عم بلعب الاماتشور فايت. ايه طبعا بخاف. لو ما بخاف ما كنت بتمرن بجدي. لو ما بخاف ما كنت بتمرن بلش بحضر لمباراه شهرين قبل الفايت ما كنت بصحى 6 الصبح بروح بتمرن. ما كان بيكون عندي هالكوميتمنت. Step in the cage or I step in the ring. بصير in another world. كل الخوف بيروح وتركيزي كله بيكون على الفايت. تركيزي كله بيكون على whoever the opponent بيكون. تركيزي بيكون على to destroy. Hup!